مرحبا يا جماعة، أنا جيت. مرحبا، أنا فيكم في قناتنا سايفاند ستار. أنا محمد وأنا هيدا، واليوم جينا لكم فيديو جديد هو تحذير اليوتيوبرز. طبعا محمد مع اليوتيوبرز، مقدمات يوتيوبرز مش يوتيوبرز، وهيحكي المقدمة إلي وأنا لازم أعرفها وكذلك معايا. ويلا نبلش. مين دي بدك؟ حجر ورقة ومقص. أنا هبلش. ليه من بحط ورقة؟ ولو بلاحظ رجعت على الفيديوهات اللي قبل الورقة. أوكي يلا. مرحبا يا جماعة، أنا جيت. رغدة واضح من طريقة الكلام. مرحبا يا جماعة، أنا جيت. رغدك والله زينة. رغدة مش رغدك. بتأثر بعمل أبو الروب. رغدك ولا رغدة؟ رغدة يا رغدة. عرفت رغدة. رغدة نبدأ بأول واحد. والله اليوتيوبر تبعوني مبين صعب. يلا ماشي يلا. مرحبا يا جماعة. هلا والله صفحين. اوه بومباستك. لا نشوف هو بومباستك له قناتين. 1.1 بوينت. هادا مش هتعرفها. اوكي. ايش المقدمة البيض؟ اوكي بقول لك، ما حد يجي لك. اوكي والله ما بعرف مين هذا. والله اصلا مش تعرفه. اصبر يمكن يعني هو هيك مقدمته غيدا، يعني في حد بيطلع عن جد يحكي اوكي في المقدمه، بس ما فيش هيك بهاي الطريقه، بيحكي بطريقه ثانيه. كيف بيحكي بطريقه ثانيه؟ ايش يعني هو بحب يحكي بطريقه ولا ايش هذا؟ هو اسود شادة. مستر شوكليت. هو اسمه هيك؟ مستر شوكليت. انا بعرفش عنه ولا له علاقه يعني في الموضوع. لا هو يمكن انتوا محتوى انتوا بتعرفوا بتحبوا. ايش محتوى؟ يوب السر فلاور بيرتو. زينين، قلت لكم زينين يا الله عليك. يعني فيش انا كل اليوتيوبر بعرفه تقريبا غير ده كله بتاعه، اما في يوتيوبرين. طيب يلا يا محمد، هل الان ما حكيتش؟ لا حكى بارتيوب. حكيت انا ما كل مقدمه. شو المقدمه؟ يو السلام عليكم بارتيوب، برجع لكم بقطع جديد من الفر. يلا. طب الشاطر اللي كمل بقيه المقدمه. شوف دفتر الرياضيات. وانا دفتر. يلا كنت في صف ثاني. يلا مرحبا اصدقائي الحلوين. يلا مين هذا ومين هذا؟ مرحبا اصدقائي الحلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. مرحبا اصدقائي الحلوين، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. معكم مين طيب؟ يلا ما تحكيش اسمها. بنت. يعني بنت بعرفها. لا بتعرفها بس تعرف شو قدمتها، يعني بتحضرهاش بس تعرفها. شو يعني؟ نوستاز يوسف. انت مش نخف تعلم. يلا مش نوستاز. انت اكيد مش نوستاز يعني نوستاز. يلا هي تقريبا بعمري يعني عمري اكبر مني بصراحة. عرفت فلسطين. خلاص انا عارفة. بس انا عارفة يا ماما. ليش سويسرا؟ هذيك هي والولد ده على الفاضي. مش فاضي كمان يزبط مع الدراسة. هذيك الولد ده راح في برو. راح في برو يعني ما بتعرفش، بس تعرف على فكرة حكيت لي هذيك المرة كتبها.